السلام عليكم يا بنات. انا قلت لكم امبارح ان انا هعمل اللايف فيديو يوم الاثنين الساعه 12. احنا دلوقتي يعني 12 الا دقيقه، فلو حد شايفني يا ريت. طب كويس، في 3 شايفيني دلوقتي. طيب انا هبدا على طول. اوكي، انا برضو هستخدم نفس الكتاب. الكتاب اهو اللي هو توب نوتش 1. بنتكلم عن the extended family. عندي الجدود بيبقوا grandparents، الجدة my grandmother والجد my grandfather، وده اسمه أندرو. أندرو بيوصف عيلته فبيقول this is my wife Diane and this is my family. فهنشوف دلوقتي هما صلاتهم بيه ايه والمسميات. فهو دانيال وتينا مخلفين جينا ومخلفين ريك. اوكي، مخلفين باربرا. باربرا دي تبقى بنت دانيال، وريك ده جوزها. اوكي، وبعدين بعد كده ريك اند باربرا خلفوا اندرو وكاري وجيف. اوكي، طيب احنا هنا اندرو هنا هيبقى دانيال وتينا ار هيز دانيال اند تينا ار هيز جراند بيرنتس. اوكي، لان ريك اند باربرا ار هيز بيرنتس. اوكي، طيب عندي زاك اند جيني. زاك اند جيني دول الجراند تشيلدرن اوف باربرا اند ريك. اوكي، وعندي كاري دي عمه زاك. اوكي، عشان هي اخت اندرو. اوكي، انا هبقى احط لكم الصفحه متصوره كلها. يبقى كاري از زاك اند جينيز انت. اوكي، وبما ان ريك اند باربرا يعني ابو اندرو، هتبقى جينا عمته his aunt، و ايمي اند نيك ار his cousins ولاد عمته. اوكي، طيب هنيجي ل ديان. ادي ديان. ديان دي مرات اندرو، هي صلتها ايه بعيلته؟ هي تبقى ريك اند باربراز دوتر ان لو. اوكي، اللي هي بيقول عليها الكنه. اوكي، اللي هي يعني مرات ابنهم، بس في الانجليش بنقول عليها دوتر ان لو. وريك هو ابو اندرو، هيز اندروز فادر، بس هو هيبقى ديانز فادر ان لو، وباربرا از ديانز مادر ان لو. اوكي، طيب وكاري اللي هي اخت اندرو هتبقى ديانز سيستر ان لو، وجيف هيبقى ديانز براذر ان لو. طيب هنشوف دلوقتي الفورو ستوري دي. هما بيتكلموا عن العيله فبيقولوا هوز ذات جاي. احنا بنستخدم هو للكلام او للسؤال عن شخص. اوكي، هوز ذات جاي يور براذر؟ نو ذاتس ماي براذر ان لو، لا ده جوز اختي ماثيو. هيز ماريد تو ماي اولدر سيستر، متجوز اختي الكبيره اللي هي اسمها الكسا. اند ذس از ذير سون ايدن، هيز ادوبتد، هو متبنين. دو ذي هاف اني اذر تشيلدرن، عندهم اي اطفال تاني؟ نو جاست ذا وان، هو بس ده. هيز ان اونلي تشايلد، هو بس طفل وحيد. فلما نيجي نتكلم عن طفل وحيد بنقول he's an only child. إما بتقولها looks like they're having a great time in New York. اوكي،
شكلهم كده مستمتعين بوقتهم في نيويورك. looks like يعني يبدو أنهم they're having a great time يعني مستمتعين بوقتهم في نيويورك. فجريس بتقول لها actually they live there هم عايشين هناك. فالتانية بتسألها they do. السؤال ده هنا للتأكيد. okay wow how often do you see them بتشوفيهم كم مرة. فجريس بتقول لها we get together about twice a year احنا بنتقابل. get together يعني بنتقابل. about twice a year. and what about these kids وايه يعني ايه مين الاطفال دول. شافت بقى صورة تانية فبتقول لها مين الاطفال دول. فجريس بتقول لها they are my younger sisters. طيب هنا younger sisters sister هنا مفرد بعدها apostrophe s اللي هو بتاع البوزيسيف الملكية دي مهمة جدا. هنا دي معناها دول بتوع اختي دول ولاد اختي. اوكي مش sisters هنا معناها اخوات. اوكي لا هنا sister جاية بعدها apostrophe s اللي هي الملكية معناها دول ولاد اختي. اوكي طيب Ariana is the girl. Ariana هي البنت. and these are her little brothers Cole and Casey ودول اخواتها الصبيان Cole and Casey. فإما بتقول لها Cole and Casey look so much alike دول شبه بعض جدا. are they twins هم توأم. فجريس بتقول لها they all live in Vancouver هم عايشين في مدينة فانكوفر دي في كندا. but we keep in touch on the internet بس احنا على تواصل على الانترنت. اوكي طيب انا عايزاكم دلوقتي حتى لو يعني مش كلكم موجودين تعملوا لي الاكسرسايز ده وتكتبوه على الكومنتس. complete the chart with information about your extended family write the number of people for each relationship. هتتكلموا عن الاكستندد فاميلي العيله يعني اللي هي الممتدة يعني مش بس انت عيلتك اللي هو ولادك وكده لا عندكم كم اخ كم اخت. النفيو اللي هو ابن اختك او ابن اخوكي. الانكلز الاعمام او الاخوال في الانجليزي الانكل عم او خال. اوكي بس هنفرقها ازاي بقى هنقول I have مثلا one uncle on my father's side من ناحية بابايا فمن ناحية بابايا هقول on my father's side من ناحية مامتي هقول on my mother's side. اوكي عندك كم خالة او كم عمة aunts. اوكي نيس او nieces يعني كم بنت اخ او بنت اخت. cousins ولاد عم. brothers-in-law عندك كم جوز اختك مثلا. اوكي او اخو جوزك. sister in law برضو the same thing. فهنعمل بقى الاكسرسايز ده انا هعيده لكم تاني اهو. brother هنقول I have. اوكي I have مثلا one brother او I have no brothers ماشي او I have no sisters او I have two sisters and so on. طيب دي شوية vocabulary في الكتاب اللي هم بيبقوا مش متجوزين بيبقوا single. اوكي طيب مخطوبين engaged. اوكي طيب في الانجليش عندي he's her fiance عشان دي كلمة فرنش fiance. اوكي وfiance برضو المخطوبة بنحط لها بس ايه زيادة فقط. طيب they are married متزوجين. they are separated يعني لسه المحكمة ما حكمت لهمش بالطلاق فهم منفصلين. they are divorced اتطلقوا خلاص. اوكي فبيبقى هو اسمه اكس هازبند وهي اكس وايف زوج سابق وزوجة سابقة. واللي بيترمل بيتقال عليه widowed. اوكي widowed. اوكي طيب هنشوف القاعدة دي هي سهلة جدا. دي ريفيو على simple present في affirmative statements. my in-laws live in Rio. احنا قلنا في present simple pronouns مع I, we, they, you بنحط الverb من غير s في base form ومع he, she, it بنحط الverb plus s. اوكي فهنا my in-laws لو احنا مثلا
يعني شاكين مش عارفين نحط الفيرب بأس ولا من غير أس. اوكي فهنعمل ايه؟ بدل in laws هنحط my، بدل my in laws هنحط they لأن هما جمع، فهنقول they live in Rio. my ex wife برضو أنا مش عارفة أكتب live ولا lives، هشيل ده خالص وحط pronoun هيبقى she lives in Tokyo. in negative statements بنحط don't أو doesn't وبنشيل الأس من الفيرب اللي هو عنده هي او شي او ات او ما يقوم مقام. فهقول my aunt and uncle عشان هما they don't work in an office. my cousin ممكن احط هي او شي doesn't work at home. okay yes or no questions، دايما ال yes or no questions بتبقى بالافعال المساعدة. فطبعا عندي في present simple عندي do or does the same thing، do مع I, we, they, you و does مع he, she, و it. وعندي الفعل الأساسي بيكون في البيس فورم، المين فيرب بيكون في البيس فورم، بيكون الانسر yes they do no they don't. دي الشورت بنسميها short answer. اوكي دلوقتي بقى هنتكلم عن الـ spelling rules with he, she, it and it. طبعا احنا عارفين ان هي وشي وات بيجي بعديهم الفيرب بلس اس، اهو اد اس تو ذا بيس فورم اوف موست فيربس، معظم الافعال بتاخد اس. طيب عندي works likes، طبعا هي likes فيها الاي موجوده فانا بس احط الاس، plays وcalls. طيب لو الفيرب اخره يا اما اس يا اما اس اتش يا اما سي اتش او اكس بحط له اي اس. تاني لو الفيرب اخره s s h c h او x بحط له e s. عندي مثلا washes watches relaxes okay boxes صناديق okay بحط لهم e s. طيب لو في حد معايا دلوقتي ممكن نحل الاسئله دي، ولو مفيش حد هيحل ممكن اخليها لكم وانتوا تحلوها بعد اللايف. Okay, your cousin have any children؟ ممكن تبقى ايه؟ انا هحل number one لما محدش حل، وبعد كده هسيب الباقي ليكو، يعني ايه هخلي الكاميرا شوية عليه عشان تعرفوا تحلوا. Does your cousin have any children؟ Does your cousin have any children؟ Yes, she does. وبعد كده she has two kids a girl and a boy. انا هسيب number two و number three. اوكي وانتوا ايه حلوها، لما تيجوا تحلوها هتكتبوا two وهتكتبوا الحل a و b. وادي ال four five and six. اوكي ممكن تاخدوها كده سكرين شوت وبعدين تحلوها. اوكي طيب عشان انا هنقل على حاجة تانية، لو مفيش تفاعل انا هنقل على اخر حاجة. اوكي طيب دي الconversation دي عن good news about relationships او bad news، فيها good news او bad news. طيب what's new، ها ايه الاخبار ايه الجديد. Actually I have some good news، في الحقيقة أنا عندي أخبار حلوة. My sister just got engaged، أختي اتخطبت. That's great، حلو جدا، عظيم، congratulations، مبروك. Thanks، so tell me about her fiancé، قولي عن خطيبها. What does he do، بيشتغل ايه. Well he works at Red Core، دي حتة اسمها Red Core، he's an engineer. Okay يبقى دي ال good news، البنت اتخطبت وطيب قولي خطيبها بيشتغل ايه. He works as an engineer. Bad news actually I have some bad news، طبعا هو بيقول له what's new actually I have some bad news، لا عندي اخبار مش حلوة. My sister just got divorced، اختي ايه حصل لها divorced. I'm sorry to hear that، is she okay، انا اسف قوي ان انا اسمع حاجة زي كده. لازم احنا في الانجليش لما يجي حد يكلمنا في حاجة
سواء حلوة أو وحشة أو يعني بيوصف أي حاجة، لازم يكون عندنا reaction بالكلام، أوكي؟ سواء good or bad. ممكن نقول that's nice, that's great لو الحاجة دي good. I'm sorry to hear that, that's too bad. What a shame. يعني أي حاجة لازم نتفاعل معهم. Is she okay? Yes, she is. Thanks for asking. شكرا على سؤال. أوكي. طيب أنا عشان بس مش لاقية تفاعل هضيف بس حاجة كمان، some vocabulary words، وبعد كده ايه همشي. دي some vocabulary words. stepfather ده اللي هو زوج الأم. Steve is my stepfather, he's my mother's second husband. اوكي، يبقى stepfather معناها زوج الأم، هي اليونت دي كلها عن العائلة. Julia is my stepmother، مرات الأب اسمها stepmother. Lance is my step brother، يعني اللي هو الأخ، اللي هو يعني مش أخ شقيق ولا حتى يعني اللي هو بيبقى ابن زوج الأم أو مرات الأب يعني، وبرضو زي ما هو step sister، بيبقى مثلا واحدة جوزت واحد وعنده بنت مثلا مش منها، فلو ولد بيبقى step brother، لو بنت بيبقى step sister، لو هي كمان عندها وولادها برضو نفس الحاجة. طيب Cory is my stepson، لو واحد بيتجوز واحدة متجوزة قبل كده ومعاها طفل، لو ولد بيبقى stepson. اوكي، فهو بيقول عليه او هي بتقول عليه stepson، ولو بنت بتبقى step daughter، step daughter. اوكي طيب Darcy is my half sister، دلوقتي اتنين اتجوزوا، واحد فيهم كان عنده طفل وبعد كده راحوا الاتنين دول مخلفين طفل. اوكي، يعني واحده جوزت واحد هي اصلا مخلفه من زوج تاني، ولما اتجوزت لما اتجوزت بقى واحد تاني يعني راحت مخلفه منه بنت او ولد. البنت او الولد ده هيتقال عليهم يا اما هاف سيستر يا اما هاف براذر، فهمتوها؟ يعني بيبقى اخ غير شقيق، يعني مشارك يا اما في الاب يا اما في الام بس مش متشارك في الاثنين. اوكي اهو بيقول لي هاف براذرز اند هاف سيسترز can also have the same father but different mothers. Okay. يبقى they can have the same mother but different fathers أو the same father but different mothers. يعني هو أهم حاجة في أب مشترك أو أم مشتركة في الموضوع مش الاتنين، عشان يبقوا half sister أو half brother. Okay. طيب أنا لقيت ستة. طيب والله إيه لو لقينا تفاعل، ادي عندنا السؤال ده complete the conversations with the simple present tense، برضو نفس احنا ما زلنا في simple present tense. اوكي دايما دايما لما نيجي نجاوب نبص في الاجابه، ما نبصش في السؤال، نبص في الاجابه الاول. هو بيقول لي she lives in Dublin، she lives in Dublin، يبقى هو بيقول لي ايه بقى هنا where does your sister live، where does your sister live. اوكي بعدين عندي nieces and nephews، وبعدين بيقول لي 3، انا ما بصش يعني هبص على السؤال هقراه بس هبص على الاجابه الاول، الاجابه هتحدد لي يعني هرد على السؤال ازاي، قصدي هكتب السؤال ازاي. اوكي 3 يبقى هو بيسالني عن عددهم. اوكي طيب انا برضو هسيب لكم ده، خدوا سكرين شوت وجاوبوا بعد ما اخلص اللايف عليه. اوكي يكون ده practice. صباح النور يا نهلة. اوكي طيب انا هخلي برضو ده كمان، خدوا سكرين شوت ونحلوا مع بعض في الكومنتس. اوكي with your grandfather. طيب انا بس في عندي حاجة عايزة اقولها، number 3 نفس ال WH question زي number 4. اوكي بس انا معلش انا هقولها هجاوبها دلوقتي. هو عايز يقول ايه، مين اللي بيقيم معاك لما بتروح لوس انجلوس، سوري مين انت بتقيم مع مين، انت بتقيم مع مين لما بتزور لوس انجلوس. فبيقول انا بقيم مع عمتي وعمي او خالي او whatever. اوكي فاحنا دلوقتي انت بتقيم مع مين، اوكي
فانت دي الفاعل، الفاعل مذكور في الجملة في السؤال، ومع مين ده البروبوزيشن بعديه الايه المفعول، اوكي، او الاسم المجرور يعني. فانا بسأل عن الاسم المجرور، فطالما بسأل عن مفعول او اسم مجرور هستخدم دو في جملة، يعني هقول who do you stay with، who do you stay with when you visit Los Angeles، I stay with my aunt. يبقى انا بسأل عن دول، طالما دول مش فاعل مفعول او مجرور يبقى هستخدم دو. طيب هنا في نمبر 4، مين اللي قاعد مع جدك؟ مين، انا بس بسأل عن الفاعل، لما بسأل عن الفاعل ما بستخدمش دو. فهنا الإجابة my half sister Louise lives with، شفت شايفين المرة اللي فاتت انا سألت على اللي بعد with فاستخدمت دو، المرة الاولانية انا بسأل عن ده عن الفاعل، اوكي، فمش هستخدم دو. انا طبعا هنا الفعل هنا live، يبقى who lives with your grandfather، who lives with your grandfather. يبقى هنا عشان انا كنت بسأل عن ايه ده، انا رحت فين، هنا عشان انا بسأل عن الاسم المجرور استخدمت دو في السؤال، هنا عشان كنت بسأل عن الفاعل ما اقدرش استخدم دو في السؤال، ما بسأل عن الفاعل ما بقدرش استخدم دو مع هو في السؤال. يبقى هو لما بيجي بعدها الجملة عادية من غير دو بسأل عن الفاعل، لما بسأل عن المفعول او اسم مجرور بستخدم دو، اوكي. طيب المرة الجاية هنتكلم عن الحاجات الالكترونية، انا برضو عايزاكم تقروا ده، ممكن تاخدوا سكرين شوت، مش عارفة بقى يعني تتعمل ازاي، بس دي عن ثقافة هنا في امريكا، ثقافة ان الطفل لما بيوصل 18 سنة بيسيب البيت، اوكي. دلوقتي الثقافة دي ابتدت تتغير بسبب البطالة، فانا عايزاكم تقروها، اوكي، حاولوا ان انتوا تاخدوا سكرين شوت وتكبروها، وبعدين دي الاسئلة. ادي الاسئلة، اوبس، اوكي، ادي الاسئلة، ودي برضو اسئلة تانية. طبعا انا زي ما انتم شايفين انا في المحاضرة، اصلا المحاضرة بتاعتي كنت بدرس يونت 3، فانا قلت ايه بدل منزل واروح يعني ريستورانت وكده، ما فيش اصلا المحاضرة جاية لسه الساعة 2:30، قلت كويس يبقى انا ايه اشرح هنا افضل يعني، اوكي. في عندكم اي اسئلة؟ اي اسئلة يا بنات؟ شكله التوقيت مش حلو مع انه العيال في المدارس ويعني الناس المفروض تبقى فاضية، يعني 12 يعني، مش اوكي، ماشي. طيب انا هقفل بقى دلوقتي، وان شاء الله لو في اي اسئلة هرد عليكم وانتم ما تتفرجوا على اللايف فيديو، اوكي، يلا السلام عليكم.